الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أحبتي الكرام، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف، وقلنا في الحلقة الماضية بأن إخوة يوسف باعوه بعدما رووه في البئر، وجاءت تلك القافلة فباعوه بأبخس الأثمان، وتلك القافلة ذهبت به إلى مصر وباعوه لعزيز مصر. ولا بد أن نفرق بأن عزيز مصر هذا ليس الملك، وإنما كان آنذاك كان وزيرا للمالية، فاشتراه وكان عاقر هو زوجه، وقال لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنشأ يوسف عليه السلام بعدما باعه إخوته بأبخس الأثمان، شاءت قدرة الله تعالى أن يعيش في قصر منعما مكرما، فاعتبرته زليخة أي امرأة العزيز ابنا لها لأنها لا تلد. ولكن ويوسف عليه السلام يكبر ويرشد ويبلغ، فتتغير النظرة من اعتبار ذاك الصبي ابنا لها إلى أنها قد وقعت في عشق يوسف عليه السلام. فالقرآن الكريم قد صور هذا التصور الذي كان تعيشه زليخة، فقال سبحانه: قد شغفها حبها، أي ملك عقلها وجعلها لا تميز بين القبيح وبين غير ذلك. خططت للوقيعة مع يوسف في الفحشاء، فأعطت للخدم والحشم عطلة يومية، وأغلقت الأبواب والمنافذ وتجملت وتزينت. فأتت يوسف بعدما كشفت عن بعض جسدها، فقالت له: هيت لك، أي أنك لا تخاف، ليس معنا أحد، ليس معنا هناك رقيب، ولكن يوسف النبي، يوسف الصادق، يوسف الوفي، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال المفسرون المقصود بربي أحسن مثواي أي تأويلين: التأويل الأول هو الله تعالى أحسن تربيتي، والتأويل الثاني أي ولي نعمته، أي العزيز، أي زوجها، هو الذي رباني وعلمني وأنفق علي، فكيف أخونه؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ف لعب الشيطان والنزغة والنزعة الشهوانية على زليخة، فاستمرت في 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 مطاردتها ليوسف عليه السلام، فركض نحو الباب، فجاءت العناية الربانية المولوية في تلك اللحظة، يفتح زوجها الباب ومعه رجل، فيجد زوجته متجملة ويوسف عليه السلام واقفا أمام الباب، فأرادت أن تستدرك وتلصق التهمة بيوسف، فقالت له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي هي الأهل زوجته، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ماذا قال يوسف؟ قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها، أي ذاك الرجل الذي كان مع زوج زليخة أي العزيز هو الذي سيكون حكما ومنصفا، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، أي قال لهم: هناك حل، سنبحث في الموضوع، إن كان القميص ليوسف عليه السلام قد مزق من الأمام فيوسف هو من أراد أن يقع معها في الفاحشة، وإن كان قميصه قد قد أي قد مزق من خلفه فهي التي تبعته. فحكى القرآن هذا المشهد فقال سبحانه: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، أي الخلف، فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر، أي أنه مزق من الخلف، قال: إنه من كيدكن، أي ذاك الشاهد قال المرأة العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فالتفت إلى يوسف: يوسف أعرض عن هذا، انسى هذا الموضوع، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أحبتي الكرام، هل زليخة ستضمض وستصمت أمام هذا الواقع؟ بلا شك وبلا ريب لن تصمت ولن تصمد، خاصة وأن الخبر انتشر أرجاء المدينة كالنار في الهشيم. سنحاول إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة أن نتناول الموضوع بالتتمة، وكيف ستعزم النساء عندها وتولمهم، وكيف سيقطعنا
أيديهن لتبرهن لهن بأن يوسف عليه السلام قد ملك عقلها ولبها بجماله الأخاد. وكما قلنا في الحلقة الماضية بأن جمال يوسف يعني يساوي نصف جمال آدم عليه السلام. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام، وأن يجعلنا من خير الأنام. وإلى أن نلتقيكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.